الساسي حقق الانتصار وانت عوده من جديد بعد الاصابه في ملعب بنزرت تلقى روحك اليوم احد. صحيح هذا اللي غياب طويل تسمى معنا في على الملعب. نذكر هذا الاخر ماتش لعبته عملنا ضد الكلوب اليوم رجعت الحمد لله. كون الانتصار جاء معناها في وقت مهم بعد شكوك صغيره معناها اللي ثم بعض المشاكل ويقولوا سي اس اس معناها مازالت هما معنا شدت روحها. مي احنا الحمد لله تشوف معنا من بدايه الموسم معنا حتى هزيمه اذا يقول لك اللي احنا معنا جروب كبير جروب متكامل يظل فيه بريسك 26 جوير ولا اكثر اللي يكون حاضر يكون يلعب. وكتشوف تشوف اليوم في التيران معناها الاولاد الكل حابين نفرحوا السفيرسيه الكل. الحمد لله الانتصار جاء في وقته يخلينا نلعبوا ماتشات القدام اريحيه كبيره ان شاء الله.